في إدارة جولي ومبهر ورع أقل ما يقال عنه هكذا في الشوط الأول. منتخبنا الأولمبي تغلب على نظيره الطاجيكي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباراة الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس آسيا تحسين 23 ولحساب المجموعة الثالثة. أنا قلت في الشوط الأول كان أداء رائع، نعم سجلنا أهداف في الشوط الثاني لكن الشوط الأول كان أداء رجولي ورائع وأبهرنا، وبصراحة عودنا على روحية الأبطال. نتمنى تستمر هذه الروحية في المباراة القادمة أمام منتخب السعودية واللي راح تكون مباراة صعبة، لكن شبابنا إن شاء الله قادرين على تخطي وإنجاز المهمة بأفضل ما يكون. ألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي. هذا وقد تواجد معين الجمهور الكادر الفني المساعد لمدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، حيث كان يأزر لاعبي منتخبنا الأولمبي بالتشجيع. هذا وقد هنأ مدرب منتخبنا الأولمبي الكابتن راضي شنيشي لاعبي منتخبنا الأولمبي على تقديم هذا المستوى الجيد والذي أهلهم لانتزاع الفوز على منتخب طاجيكستان والعودة من جديد إلى المنافسة، حيث أكد أنه من حق اللاعبين الفرحة بعد الفوز، لكن علينا غلق ملف هذا الفوز والاستعداد بصورة جيدة لمواجهة المنتخب السعودي في مباراة فاصلة لحسم قضية الانتقال إلى الدور المقبل. جاء هذا الحديث أثناء المؤتمر الصحفي والذي عقد بعد نهاية المباراة منتخبنا الوطني نظير الطاجيكستاني واللي انتهت بفوز منتخبنا بأربعة أهداف مقابل هدفين. هذا قد اختارت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعب علي جاسم كأفضل لاعب في المباراة، وقال راضي شنيشي لقد حققنا النقاط الثلاث المهمة أمام منافس قوي بعد أن قدم اللاعب المستوى المطلوب منهم، تجاوز منها صدمة الخسارة أمام تايلاند وهذا يحسب لهم. وبين المدرب راضي شنيشي إن الإصابات ما زالت تلاحق اللاعبين في كل مباراة، مع ذلك لدي ثقة بالجميع لتحقيق النتيجة المرجوة. أما عن مباراتنا المقبلة أمام المنتخب السعودي المتصدر فهي تعد الأهم، إذ أن حظوظ بقية المنتخبات كلها متساوية، في حين أكد أفضل لاعب في المباراة لاعب منتخب الأولمبي علي جاسم أن الفوز على منتخب طاجيكستان كان مستحقا وهو العودة الطبيعية لمنتخبنا في البطولة. جاء هذا الحديث في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية المباراة بين منتخبنا الأولمبي والنظير الطاجيكستاني، وقال اللاعب علي جاسم كنا مصممين على الفوز بالمباراة على الرغم من قوة المنتخب الطاجيكستاني، ولعبنا بحماسية أكبر وانضباط تكتيكي عال والذي ساهم في انتزاع هذا الفوز وساهم في إسعاد جمهورنا الكريم. وأضاف علي جاسم لأن الملاك التدريبي بقيادة الكابتن راضي شنيشل قد قرأ أوراق المنافس ووضع المعالجات التكتيكية المناسبة مع الالتزام بتطبيق الواجبات، لذلك أبارك للجميع الفوز وعلينا نظر المباراة المقبلة أمام السعودية باهتمام كبير لحسم الانتقال إلى الدور الثاني. نجي على الأبرز في المباراة اللي هم أمين الحماوي وعلي جاسم، حيث استطاع أمين الحماوي من عمل 2 أسست ولا 4، بينما قام علي جاسم بعمل أيضا 2 أسست من هدف جاء من ضربة جزاء. شكرا لكم، كنتم مفتاح السر أو مفتاح انطلاقة منتخبنا الوطني في هذه المباراة. ننتظر منكم الأفضل أمام السعودية، لأن الحلم نحسه بدأ يقترب من عندنا وأنتم راح تكونون مساهمين بشكل كبير في تحقيق هذا الحلم. ونقطة مهمة أقولها الكابتن علي جاسم إنه إذا تبقى بالدور العراقي فرح أنت تخسر خدمات نفسك وراح نفقدك من وقت، عليك أن تحترف خارج العراق، شوف لك نادي قوي أندية قريبة من أوروبا، مو تروح الأندية تقتل مستواك مثل ما صار مع باقي اللاعبين اللي كنا نبني عليهم آمال كبيرة. نتمنى التوفيق لعلي الحماد وأمي الحماوي وكل لاعبي منتخبنا الأولمبي في قادم المباريات. في حين صرح كابتن منتخبنا الأولمبي منتظر محمد كنوش قائلا إن انتكاسة مباراة تايلاند كانت بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بالفريق والإصابات اللي فاجأتنا أثناء الوحدات التدريبية، استطعنا اليوم أن نصحح المسار ونحن عازمين على التأهل إلى أولمبياد باريس، وإحنا قلوبنا معكم ونتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله إلى باريس. أما عن قلب دفاع منتخبنا الأولمبي الكابتن زيد تحسين اللي صرح قائلا هناك أخطاء ساذجة يجب أن لا نقع بها،
أمي وأبويا زعلاني من عندي بسبب الخسارة أمام تايلاند. وأما عن الجماهير العراقية التي لم نستطع إسعادها في المباراة الأولى فنحن نعتذر منهم. أما عن لاعبنا علي الموسى وحيث يصرح قائلا: لقد جئنا إلى هذه المباراة، يقصد مباراة طاجكستان، من أجل الحصول على النقاط الثلاثة، وبالفعل حصلنا عليها. ننتظر الآن المباراة القادمة أمام السعودية والتي سوف نستعد لها بشكل جيد، لأنها هي مفتاح تأهلنا إلى أولمبياد باريس، وسنركز بالعمل الجاد من أجل الظفر بالنقاط الثلاث أمام منتخب السعودية.